معكم اخوتي، كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نعم الله كلشي يكون بخير وعلى خير يا ربي. توحشكم بزاف الاخوان. كلمة الشهيرة ديالي، عارف راسي غابر. ونبداو قصة ان شاء الله. اليوم عندي ضيف خاص، فكرت اني ندير واحد كونسيبت عنده علاقة بلي بودكاست، يعني غنبقى نستضيف ناس عاشوا تجارب في حالي. اول مرة غنستضيف خويا المحام عندي هنا في الاستوديو، ان شاء الله غتكون واحد الحلقة مثيرة. وتابعوا معنا الخوت سي المحام. خويا الياس صديق طفولة، تحياتي ليك وتحياتي للجماهير ديال خويا الياس والعز والنصر. الياس راه بلا ما نهضر بزاف وكذا، حنا راه حي واحد حي افكا باش يعرفها كلشي. الياس راه افكا وافكا عاد جاو هنا الطيبيه، يعني كبرنا من الطفوله على برا الحريه، يعني الحريه نعيش الحياه اللي ما عندناش العقليه بان نوصلوا وندخلوا السجن. قول لي اخي محمد، نسولك دابا بغيت نعرف يعني الصور ديالك انت، كيفاش تلاقيت انا وياك وشنو هما الطرائف اللي عشت انا وياك يعني في الصغر؟ يعني بزاف الحوايج انت كتعرفهم عليا اكثر من اللي كنعرفهم على راسي انا. انا الياس، انا فهمتي، انا راه مازال تيتخيل ليا بانه باقي تلميذ. لقاش الياس راه تيهضر بحال التلميذ، ماشي تيهضر، واخا هو كما تيسميو بعض مجرم، الياس راه ما مجرمش، ولكن تيحقق لذلك اللي ما تيسميش راسو مجرم. هو حنا الياس حنا عشنا معاه على برا وعشنا معاه داخل السجن، يعني شفنا الحالات ديالو كيما الرجوله ديالو اللي كانت على برا كيما الرجوله ديالو اللي لداخل. علاش واحد الانسان تيبغي الحريه، تيبغي يعيش كما تنقولوا بحال القور؟ اصلا الوالده ديالو راه استاذه، العلم نور والجهل عار. بوه راه بلا ما نهضر لكم عليه، فاسي حر. والمرحوم كرام وخوتو الاخرين حنا كاملين عايشين افكا. هي مات المدرسه تبلو خلدون، هي مات هشام اللي خدم سكير باقي في 10 سنين الله يطلق سراحو. هشام بقالي راه كان كبير منه وكان ديما عزيز علي الياس. كنت حامي عليا في الصغر فاش كنت كنقرا في السابعه انا. هشام كان ديك الساعه تيقرا في كاطريا وما كانش يدافع عليه. يعني شوف كان بزاف ظريف، واحد الدريب بشي تحيات بشي كان في الكلاس مؤخرا. يا راه الضحك وكوميديا. علاه باقي غليظ والله يطلق سراحو في هذا النار غليظ والشيب الشيب عنده ليميش مش حالة دي. هو كان داير ليميش حجر سكلوني قسما بالله. هو اصلا هشام وزوين تبارك الله، ماشي هو زويون ومن صغره. شوف سبحان الله كنهضروا على حاجه تفكرناها. شي حاجه حقاش ماشي نصنعوا، حنا ما تنصنعوش، حنا ناس الحومه. كيفاش كبرنا وكيفاش كتب علينا الله؟ العسره الداخل، الماكله، المغامرات، الطورطه. راه شي باش نصايبوا الطورطه اخوتي، راه لا الله محمد رسول الطورطه راه خصها طورطه سبيسيال ديال السجن. هي حقاش دابا راه ولات الخلصاصه ولا الحانوت، ما بقاش داك الشيء تشهد تجيبو من على برا، ما بقاش، يعني هذاك الشيء ديال الحانوت. وفي الحانوت كاين التفاح والبنان والليمون، والشيء الاخر كاين عواصير على حساب العيبان وبيموات وتنصنعوا الطورطه. كما تتاكلوا نتوما على برا الطورطه، اقسم بالله العظيم تتنصنعوا احسن طورطه. بيمو دانون رايبي التمر اللوز وهذيك الكركاع تلحقوا طريقهم تديرها فوق الكريه تبرد. عرفتي فاش نصابوا اخوتي؟ شي تشوبينه الغطايه ديالها كبيره تنغسلوها مزيان والفينيسيوس الفينيسيوس السميه ديال خونا الله غدا يخرج بحالو الله يطلق سراحو ولسانه سحيده، فهمتي؟ تكتب واحد اللعيبات تتخلي فوق الستاره يضربها الغربي، هذيك هي الثلاجه ضرب يا غربي ديال الله برد عنا، فهمتيني؟ ملي تبرد تنحطو تنحتفلو تندير شويه القطن شويه الزيت فوق القفاله تنشعلو بالبريكه، هذيك هي الشمعه. ايوا من نجيبو الشمعه اخوتي المغاربه انتوما عارفين شنو كاين، نشمعوها القطن وهذاك القطن باش نصنعوه ها بالكاشه الدوره ديال المازا، هذاك راه هو القطن تنديرو فيه شويه الزيت كله ديال البلديه ديال الحانوت تنديرو في الحبس. وانا كتحفظ شي حوايج انت غافل عليهم في الحياه العاديه ديالك، يعني في الدنيا هذا هو المشكل. يعني الحبس كتعيش في واحد لوشومبغ مع 8 ولا 10 ديال الناس، يعني كتولي كديطاي حياتك قدام عينيك، يعني في كل حركه كديرها، في كل دخله للتواليت، في كل طريقه باش كتحك سنان، اي حركه كديرها. انا كنت مع سانتراوا كيحافظوا على الحاجه ديالهم اكثر من 10 سنين 15 عام، ولكن كيبقى بنفس النمط كيحطها في نفس البلاصه كيستخدمها بنفس الطريقه، يعني ما يبغيش شي واحد يقيس له حاجته ولا يقرب ليها ولا يحركها من بلاصتها. سبحان الله تيولي بنادم بحال شي بسيكومانياك، يعني تلحق الصراحه يعني كيخلي فيك واحد المرض، يعني انت باش تخرج وتادبت مع الناس يعني برا وتعيش مع داركم وتعيش في لينورم ديال داركم، كيفاش غتعيش في الدار؟ راه نقول لكم فرونشمون الاخوان قسما بالله راه تنقولوا بحال شي دجاج رومي في شي كوري بحال هكاك. علاش؟ لان 18 ساعه وانت كدور في نفس البلاصه، يعني كولوار تروج الشومبغ ديالك لاكور، يعني كتغلاض بشي شي كمومه كتوليش تعرف تمشى مقاد، كتعرفش
كتاكل مقابله، لا كتاكل بوزيسيون ماشي هي البوزيسيون اللي كتاكل بها وانت في داركم مع والديك، كتنعس بطريقه مختلفه على الطريقه باش كتنعس في داركم ولا في ناموسيتك، يعني كاريمون كتبدل انت في البشيشيك ديالك، يعني باش تخرج من داك شنو نقول لكم، يعني راه كوشمار اقسم بالله، يعني كتخرج من الحبس، يعني كدوز واحد 4 سنين 5 سنين كتخرج من الحبس، هيتي باش تقدر تطلع مع الشارع، يعني باش تعرف تقطع الشانطي وتمشى في الطروطوار وتمشي نورمال، خاصك على الاقل واحد الشهر ولا شهرين تمشى في الصنداله، ما تقدرش تلبس البرديله، ما تقدرش تلبس الطوموبيل، كيكون عندك فوبيا من كلشي، الطوموبيل اللي لازم حداك تيخلعك، علاش؟ لان كتحس بيه دايز. شنو نقول لكم الاخوان، قلبنا عليكم غم، لا ماشي لا هذه الياس هذه حقيقه، انا قلتها يعني الانسان باش يوعب الانسان اللي خارج من السجن، فوالا لا خصو شويه الرفق، انا المعامله وواحد الاحساس اللي فريمون ديال الامان، يعني السجين اللي ما عطيتيش الامان يرجع لك الحبس، هاد الهضره يعني خدها من عندي، متاكد بان السجين ملي يخرج شد بيديه حن فيه وعطف عليه راه محتاج غير الامان، علاش؟ لانه راه كيعيش شي حوايج صعاب هما اللي كنهضروا عليهم، واخا كنهضروا عليهم بالضحك اتفق معكم الاخوان، ولكن كاين شي حوايج اللي في اللحظه اللي كنعيشهم راه كنعيشهم بالم، ولكن احنا دابا خارجين في الحريه داك الشيء اش كنعاودهم بالضحك، مره كانوا معذبين، علاش؟ لان كنحاولوا نقلبوا على راسنا وسط الحرس، علاش؟ علاش نقول لك واحد ما كنتمنى يوصل داك المكان، والله يطلق صراحه كل واحد الصراحه، كمل اخويا عاودي الطرائف داخل السجن بعدا، انا غادي نعاود لك الطرائف ولا باش نكون متفق مع الجماهير كاملين، شي الهضره اللي قال دابا الياس قرار يلا الاخر هذه ديال كيفاش دير السجن، انتم سمعتوا كلشي، انا متفق معاه، حقاش حنا من دوزنا الحبس دوزنا ايام تريشو والتليفونات وعندنا فاخر انا بوطيطه الشيشه، واش كنشعل كنطيب الفاخر، اما دابا خاي الياس راه انت ما دوزتيش وطيطه في 2000، هو في 2000 دوزت وطيطه قسما بالله، هو داك كتجيب لي كفه الخضره خرجه ديال الفاخر، علاش؟ لان كنا كنطيبوا الفاخر، مانعنا عندنا ريشوات، ولا حصلوا شي ولا عنده ريشو يضرب 45 يوم ديال الكاش، يعني دابا الحبس انا بالفاخر يعني دابا خاي الياس حنا شوف فوقاش كنا ضاربين الحبس وفوقاش كنا عارفين بعضياتنا، ولكن دابا تشوف السجن العواد ولا دابا تبدل كلشي، حبسة المغرب بقات حتى حاجه بحال كلشي تياكلوها من الصوبا بكش كاين لا ريشو تيطيبوها ما سخون تيديروا لك ليبطون، وكاين هذاك لاندوم اندومي ولا ما شنو تيقولوا لها تيحركوها بالمايه وتياكل، يعني هذاك الشيء اللي كان تيدخل على برا راه تقطع، يعني حتى الزياره ديال امك تسلم عليها ولا تبوسها راه ما تبوسها دير لك جاجه، فهمتي؟ حنا راه باقي عندنا العواد في كورونا راه ما عرفتش شنو سادين عندنا هذاك الشيء، المهم اخي اخر مره اخر دوزتي الحبس دابا خرجت اخويا من الف انا شديت من 2010 لا اول شده 2002 باطل هما جوج شدات على الباطل اخي شوف راه لا بلي بارتي بشي راه كل شيء حاجه دايره شي ولكن الاخر درت لا ملي كتب عليك الله شوف شوف احنا كيفاش كنا تنعيشوا يعني عمرنا ما فكرنا بان نمشيو للحبس اخي الياس لا انت كنتي كتخرق القانون انت ماشي كنتي مجرم انت كنتي كتخرق القانون لان المهم داك الشيء ديال الميريكان كتحس براسك بانك اش يقول لنا ولاد الميريكان كنا بنيين بالتامبرلاندات راه قنيطريين ما عارفين كلشي وتحياتي لكيزاوا والسلاويين كنا تنتعاملوا على حساب التامبرلاند والليفيس الميريكان يا مات العز ايامات الشبيبه البريك دانس يا ودوز البريك دانس على قبل ايامات لاكاس ايامات السور انا باقي نعقني السيمو على الراستا والطونا قال لي يا الله فهمتي علاش نديروا الله يسريح حاش هما عارفين بلا ما نهضر في هذاك الشيء اللي لداخل واللي بنيه بالنسبه لقوم لوط ولا الى الله محمد رسول الله حنايا في الحبس كل نهار تتزاد عندنا حيله يعني كل بتي ليله خصها تزاد عندك حيله حقاش الحبس مدرسه الخبور راه كلشي ولا 9 شهور اي واحد تيفهم ها هي باش عاد دير واحد الحاجه خص تكون عندك البصمه تكون بصمتي على التاريخ ومهما حبستي تبصمتي على التاريخ فهمتيني يعني دابا تنشوفوا ما كاينش التاريخ على هذا انا في القران الكريم كاين الرجال قوامون على النساء انا من خرج دابا من 10 سنين لقيت النساء قوامون على الرجال علاش ما بقاش هذاك الشيء اللي هو فهمتي اللي دري يدير كحال ابيض المساجن ديال بصح انا نهضر على الياس قرار غادي نهضر على واحد الكلمه هو كان دايرو مرار حنا كنا تسمى قنيطريين سلاويين رباطيين كيزاوا كل واحد عنده غير على بلادو الياس قراري كان في الوقت ديالو مدير مراره في الطيبيه وكانت خدامه عند غادي نجبد تحياتي للهواريه تاهي كانت خدامه راه كلشي ضارب الحبس يعني الهواريه الله يطلق سراحه وعائلتها كاملين حتى هما تنبغيك لهم التوبه حقاش ختنا هي تاهي خدامه الياس قراري خدام بالقيشيه وماشي هو اللي كيسربي فتتسربي واحد الدريه عاوتاني تتبيع في الكيشي ولكن ما مشاتش للحبس هو اللي مشى للحبس هو مدير وعايش ميريكاني بغى داكشي ديال المكسيك كولومبيا الوقت ديال الشباب المراهقه يعني وقت الياس بالسبعه فهمتيني يعني بالشعيره كما تقولوا انتم بانكا ولا على حساب المدن ديال المغرب وكانت واحد المراره ديال السلاويين بلا ما نسميو الاسماء ديالهم
كانت في القصبه تتسمع مرارة القصبه تسمع مرارة القصبه. حنا راه دوزو الناس مرارة ديال بقشيش وولاد المليح ولاد كريم وسعيد الله يرحمه فهمتي عمر بوعينين الله يطلق سراحو الدراري العناصر ديال بصح اسماعيل القبش فهمتي مرارات ومن جلي الياس كره قسما بالله تجبتي حنا ما تنجبدوش العاوين اسمع راه تربينا كاملين اخويا الياس تربينا كامل معايا في الحبسات ديال المغرب كامل هي ما تقيش هي ديال الحوالا عايش ولد وحده الطومي الله يرحمه مسكين لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الشيء اسمع الياس قراري بينا واحد خوتنا تيقولوا بان ندير لكم مراره في قنيطره وكذا راه هو راه قنيطرين كاملين هاد الشهاده هذا ويكذبوا سيمو محمد واش يكذب ولا لا مشى برقمه مشى مع بيتبول جوج 14 كليموجين مشى وقف المراره وكلاشيوني قول يا تكذب تحداوني القنيطرين تعرفكم رجال قول يا هاد اللقطه واش دار شي قنيطره ولا مشى مع شي واحد ها وراك قلت لي ما عنده غير على بلادو موتو خير من حياته وتحياتي لحسن الثاني الله يرحمه فهمتيني اللي ما صب كتابه واللي ما كتبه ها موتو خير اللي من حياته تتفهموا كل شيء المساج نعرفكم تبعيني مزيان لقاش عارفين سيمو محمد تيكذبش تيقول الحقيقه عمري ما نصنع ونصبش نصبغ انا الياس ولا كذا لا راجل ما نغوش لك اخي سيمو انا راك عزيز عليا وتنعتبر انا امي فاطمه استاذ راه معايا طعمش منها اش نقول لك شي معايا طعم ما نقنع من باقي الطفوله صغير انا وياك نو هذه هي الكلمه دوزتي معايا شي حرب ديال بصح ولقيتك جنبي ولقيتك راجل تحياتي انا ما كنعرفش الا الرجال اخي محمد الياس واحد فوقاش كنت باغي نتلاقى انا وياك ونديروا شي حاجه بحال هكا راه ملي كنجيو نديروا شي فيديو انا وياك ونتعاودوا حيت بصح اختي شي واحد يكون تيعرفني انا باش تقدر تجلس معاه ماشي مصطنع يصنع راه سامع وجا كيسولني بغى يمرضني نبقى نشرح له شي حوايج هو ما فاهمهمش وما يتيقش اللهم خلي الناس يقولوك راه ديال الكلمه اللي تيقول بعدا انا راجل خلي الناس يقولوك راك راجل خلي الناس يحكموا بالتاريخ خلي الناس يحكموا بالحق ما كاينش مصطنع الكذوب انا يا مكانسه كامل احترامي لمكانسه الرجال تحياتي العز حنا ملي كنا في التولال كنت انا والياس قراري وعمر بوعينين يعني في حي النور وكالموظف رشيد الشيري ووحيد هما اللي شاد ديال الكارتي وكان معنا هذاك حمزه ودلاسيتي ما بقاش مشى واحد السيرون اخر كنا حنا مجموعين بثلاثه وشهادة قدام الكامل الياس قراري كان نحصل بواحد 100 غرام راه عاود القيس على مو كيفاش داروا لي القالب وكذا باش ياخذ الحقوق ضرب كرشي كامل هنايا هذه راه في اخباركم كاملين وغادي المحكمه كان الياس قراري ما تيحيدش التليفون يعني البورتابل ما تيحيدوش وشنو عنده يعني التليفون كاميرا نوكيا عنده وراه اسمع قلت يقول لي قدام الباب يعني قدام المسجل الياس ارنا ديك التليفون ونعطيوك التليفون عادي يعني ما فيه لا كاميرا لا فوتو لا بلوتوث هو ما كاينش اعظم ترجع نحيدو كيما تنقول وقال لهم ديو في لافون ديرجع وقال لي حيد السبرديله البس النظاره احسن نظاره وقال لهم لا فهمتيني كل حاجه وهذه حتى هي كذبوا فيها احنا ما تنصنعوش ماشي بنادم اصاحبي حاشا بقى نهضروا على كذا حقاش مجموعه الموت شي يهضروا في كاع المساجين تحياتي للمساجين الرجال كاملين من طنجه حتى القرقارات دابا ولات باش ما بغيتيو الجزائريين فهمتوني حتى القرقارات ميساج اخر هذا حتى حنا قتلونا حنا راه استفونا تما يصنعنا محمد السادس بوليزاريو ديال المغرب ولكن ما تبغوش ندخلوا في هذا الشيء قاش كاين مولي كاين الناس اللي قاريين حنا تنراعيو الملك محمد السادس والله يشافيه لنا ويطولنا في عمره ملك الاقوى وحنا معاه وراجل وسميته محمد وعزيز عليه المغاربه اسس المؤسسه محمد السادس لاعرف ادماج السجناء في 2001 يلا عنده الحكم عامين فكر المساجن يقراو يديروا تكوين بزاف الناس ما عرفتش علاش دابا ديك العلاقه كتبقى عندك مع الملك ديال البلاد ديالك واخا انت كنتي مخالف للقانون دابا انا غادي نشرحها بنظريتي انا يعني فوالا نسمع خويا بالنسبه لي انا قسما بالله شي دابا انا اقسم بالله العظيم كنحماق على الملك ديالنا وما كنقدرش نهضر عليه علاش كيشوفوك الا هضرتي عليه راك عياش راك كتلحس ماشي شي حاجه وانا اقسم بالله لا انا دخلت للحبس وشفت ديك اعاده الادماج وشفنا الحقيقه دابش فيها اللي تبدل ديال الحباسات شفت انا حضرت له في سميتو فاش جا كان دار لنا التسجيل في التولال لا في تيفل انت ما حضرتوش في تيفل حضرت له في تيفل هذا التولال نقول لك اصاحبي راه التكوين راه اقسم بالله لا التكوين احسن من المدارس برا ديرهم ليله تما على حساب القرايه كتمشي تما ما كتسخاش تخرج يعني راه شي حوايج انت كتحس راسك فعلا دابجتي خرجت الحبس لقيتي راسك قريتي خديتي شواهد لقيتي راسك بصح تبدلتي راه البلاد ما عندها ما تعطيك وخا تخرج راه الناس ما مشاوش حتى للحبس ساكنوا ما لاقينش خدمه حنا هادشي عارفين
ولكن كومان راه كنت تكون من حارف كتكون اونتي سيستيم كتدخل الحبس راه تلقى القباحة شوية كتلقى المشاكل شي شوية ولكن كتلقى تأهيل يعني كتلقى بنادم واقف معاك كتلقى موظفين كيدابز معاك ويعلقك ويبوسك كيغوت عليك على مصلحتك وفي نفس الوقت كتلقى في العيد جايب لك هو مربي اخويا الياس جايب لك القصرية تا هو ديال الكسكسو جايب لك اللحام ويجي ويعلقك ليك تتأسف والمدير بالجلابة ويدخل ويعلق مساجن ويسلم عليهم ونهار العيد يدخلوا ويذبحوا لك راه كتشوف واحد العلاقة حب كتولي مع السجين بين مع السجين والجلاد يعني كنا كنسميو فواحد العهد جلال مي دابا راه ولات مربي ولا الاحترام بين الموظف والسجين المشكل كيوقع فين في الشباب ديالنا اللي داك المراهق اللي كيبغي ديما يخرق بالبلا وهادي هذوك هما اللي كيلقاو مشاكل مع الناس اللي كبار يعني واعيين صراحه كيعيشوا مزيان مع الموظفين تلاحظ كل شيء فاهم ما كتلقاش حتى المشاكل قليل فاش كتلقى شي خلافات ديال السجناء فهاد الشيء دابا في عهد محمد السادس يعني شي تشوف واحد هذوك الناس اللي رجعوا دابا تيهضروا على الملك هذاك راه عندهم مساكن واحد المخالفه قديمه 97 كذا تيجي عنده خطيه ما عندوش باش يخلصها تيرجع للحبس عاودي شي طايفه كنا فيها انا وياك في السيفين عاد نشوفوا الدخ في الحبس نسمي ولا بلا ما نسميهم من الاحسن ما تسميش حتى شي عاود شي سواغ انت المهم هذه حدا حومه حدا حومه الخير انا راه كنحشم بقيت كنبغي نعاود حتى حاجه انا خويا الياس فهمتي انا هذا البودكاست ما عرفتش كيفاش قلت غادي نحاول نخلق امبيونس مع اصحابي الياس انا نعطيك واحد الحاجه اللي تبعت الدراري جبدنا الصراحه الدراري جبدنا بغيتهم كلهم نجيبوا قسما بالله يجلسوا معاك لا شوف راه الياس تعاودوا نهضروا قسما بالله فريمون شي حاجه زوينه ودرنا خويا شي جمعيه ديال السجناء فهمتيني ما عندناش حق اصاحبي خصنا اللي يتراسها ما نديرو حنا راه وراه مرأسينك راه عيطوا لك في البلديه واحد السيد احسن ديما الساجين في قنيطره وتعرف وهذاك السيد البلديه تكلف بينا خويا باش كاينه الدكتوره كاميليا في السجل المركزي يعني كان كتبع الحالات راه خرج منهم كاسبير غريب في محمد بن طازوت الياس قراري معدي محمد عزيز قنية اللي مع مشكي سعيد ود الحاج السجناء اللي بو عبيد سفيان ود منانا انوار راه عارف انتم ملقب انوار الشمكار رضوان روبيو دري ضاربين فهمتي السجل المركزي وتابين تيبيعوا الخضره منهم حتى البنات صاحبي راه بزاف ومنهم عيالات كاع مشكله فهمتيني وهذا الشيء حنا بغينا ما كرناش يديرنا شي جمعيه واخا لك هذا الضحك اخويا الياس عرفتي انا من الياس بعد من القرقوبي بعربيه التعرابي القرقوبي هو اللي خرج عليه هذاك سميتو الشيطان الاسود ورا هاد الطايفات راه كنسباو مع قرقوبي جي عند الاطلس سيمو باغي الدواء وانا نقول له اخويا ملي انا فارماسيان قال لي شوف تحضر لي الدواء قلت له ما نحضر لك الدواء كان الله يطلق راه تاب دابا يا هو بيشي مشينا عنده الدار راه عارفني ما تنكذبش اخاي بيشي دق ويقول لي ناري جيب لي الياس اخويا سيمو ها باغي تخو باغي تصيح خويا العزيز عليا دروي دري شنو كذا وانا نقول الياس راه ما كاينش بيشي خرج مشينا قلبنا على واحد البعضيات واحد الناس باش يجيب هذاك الشيء خرج واحد خونا مع دق على الياس قال لنا عندي جوج حبات الريفوترين قال لنا ندخل وغنخرج هذا الشيء حدا الخيريه كنت انا ويا فؤاد العرج والهواريه يعني في يامات المراره هو عنده الحشيش عنده كل شيء باغا قال لك الريفوترين هي سبب بليتو في يامات الدراسه هي اللي خرجت عليه هذاك هو الشيطان الاسود اللي شد الياس ماشي جوج هو خصو يضرب السمطه ويبقى غادي ما فين غادي غادي بموطور بغا يقتل كل شيء هو فهمت راه الله عز وجل درت هو خير واحد خطره ما متناش كنا علاقين من المخزن ولكن غادي نرجع لكم حدا الخيريه قال لي خونا جيبنا جحبات هو يمشي خونا تعطل مع الدريه مع وسكران ما عرفش شنو تيدير تما بقاو يقول لي الياس وا عشيري باش نسمي لكم اخوج وقلت له تسنى وكذا وبدا يسب خونا خرج قال لي شنو قال لي خونا هو يدخل ويجبد شاقور عجبت شاقور خارج مع خونا الياس في هذاك الوقت هو تي ضرب جوج تحت منه هنايا وكانت بون كليموجين ممنوعه باش تكون عندك هو عنده وحده هنايا صافي يدخل ضرب الاول ضرب الثاني يعني هذاك الحي بغى يخرج كامل حتى انا جبد دياولي وكان فؤاد العرج حتى هو جبد ديالو وسكتنا هذيك البلاصه وتحياتي للقنيطرين كامل وكنت نقولوا في واحد الوقت لإلياس قراري بس سكت المراره وكذا هذا الشيء اش نقول لك انا المجرم من تيقرا في الحبس وتيولي ذكي تيحبس ماشي تيحبس خوف من البشر خوف من الله عز وجل يعني ضرب فؤاد العرج اصلا ضرب هذاك الدراري وقعد الكارثه والياس قرا ضرب كليموجين من ضرب الناس عمرهم ما تفاجئ عمرهم ما شافوا كليموجين فهمتي بعدا متفاجئ من تعمم العينيه سا
سمعنا واحد الناس يقولون المخزن هربنا في طريق مهدية، كان إلياس قراري كان مع الممنوعات الحشيش وما يوقفونا لي جندار في الطريق، وانا كنت داير مخالفة، إلياس قراري وقفون لي جندار داروا لي بيلا ما وقفش، دازوا الهوارية انا وفؤاد العرج داروا لي بيلا هو يوقف هاد الجوج 14 نقول فؤاد اش هاد الشيء، قال لي ما تخافش غادي يعرفوا انت جيو شريو عندي تليفونات، كان هذيك الساعه معروف فؤاد تيشري التليفونات، حنا نسلكو مشينا كملنا في الديسكوتيك. يعني على هاد الشيء نهضر، يعني البلاد ملي تيخرج يوم الانحراف ولا شي حاجه هو داك الواقع اخي الحام اللي عشتي معايا انت قدام عينك من الطفوله، حنا نهضروا حنا هاد الشيء من الطفوله وديما انا من خلال القصص ديالي انا ما كنقدرش مع عمري كنهضر على راسي كون انا بانني راه كنت باها بداك الشيء اللي كنت كندير، ولا انا راه كانت حياتي بحال هكاك وما كنتش عارف حتى كندير نخرج منها. الاخوان اقسم بالله العلي العظيم يعني هادشي ما كنهضروش عليه باش نبانوا به، وانما الصلابه راه بدات من بديت كنبيع به كاساك ونقي الحوت وخرج للشارع ونحس براسي غنتحكار، يعني تما بنادم كتتربى عنده ديك الشخصيه، يعني تيولي باغي يتقاتل باش يجيب طرف الخبز، تيخدم تيحفر واخا تيخالف القانون، هو بالنسبه له راه رجوله هذيك مخالفه للقانون ديك اللحظه، لان بيئته وثقافته ومستواه كيبين له بان راه الحبس والحشيش وداك الطريق راه هي حياتك، لان ملي كتشوف ظروف بحال هكا موراها شويه عاد كتبدا تفتاجئ، عاد كتقلب على راسك، كتبدا تقول شنو هادشي، هادشي راه غلط، هادشي الناس راه مرفوض عند الناس، هادشي اللي كدير كتولي تخرج من ديك باش كنسميوها داك لو سيركل ديال ديك الدائره. انا ما كنتش عارف كندير نخرج من داك لو سيركل، لقيت راسي في مشاكل حتى مع الدوله، حتى وليت داخل خارج الحبس، لان النفس والجد هي اللي خلاتني ندوز 17 عام الاخوان قسما بالله. علاش؟ لان كنت كنتصرف حتى شي حاجه، يعني انا كنت انا والطبيعه وبس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربي كبير. يعني وحنا فرحنا بزاف من شفنا الياس قراري ولا بحال هكا شي الحبس، بس وليت عارف الله، انا في الحبس وليت كنعرف بيني وبين الله اكثر من اللي كنت كنعرف بيني وبين الله وانا بالضبط، ولكن فاش كنت في الحبس ركزت بزاف في الكلام اللي كيقول الله عز وجل في القران ولا في الاحاديث ولا في اي حاجه كتسمعها، كنحاول ديما نشوف راسي كانسان قبل من اي حاجه اخرى، يعني اي حاجه كنعيشها سواء السيستم سواء حياتي سواء عائلتي سواء الناس اللي كنعرف سواء علاقتي باي واحد في الدنيا، كنقول خصني نكون انسان من ديبار باش يكون عندي لي برانسيب اللي نقدر نكون متميز بهم. انا هذه اللي حاولت نختار لراسي من بعد ما دوزت داك الحبس وداك المشاكل، انا دوزت بزاف الاخطاء في حياتي، ارتكبت بحال اللي راجعتي نفسك، راجعت نفسي بزاف وندمت بزاف، وليت انا كنحس براسي بانني خصني ندير هادشي باش كنكفر على ذنبي مع الله. انا ما غراضي بحد، ما همني حد واش يشوفني ولا يبغيني ولا يكرهني ولا شاد تقاري وعايش حياتي. عايش حياتك مستقبل ديالك. قلت لك اخي قسما بالله يا غادي مشينا هذه الفكره هذه ديال يوتيوب راه جات هكاك سبحان الله، راه داك الشيء راه قلنا في السيلو في 2017 قلنا في 2016 قلنا سبحان الله وربي شهد عليا، يعني قلت كل شيء من قلبي، بكيت وتعصبت وكاع الناس اللي كنت حاقد عليهم هضرت عليهم، كاع الناس اللي اديتهم هضرت عليهم، كاع الناس اللي وقع لي معاهم مشاكل اعتذرت لهم وطلبت منهم السماح، وقال لي اداوني سمحت لهم. صفق علي صفيتي، يعني راجعتي نفسك خرجتي صفيتي، يعني هذا المحتوى تنشكروك عليه لحقاش انت اللي درتي اول واحد دار في المغرب، يعني في سنه 2017 يعني هضرتي على هذا المحتوى هذا، وهذا المحتوى زويون باش تاسست مجموعه الموت وكيفاش داروا مشينا عند بنطازوت كيفاش، ولكن ما عرفوش يخدموا هذوك الناس، ما عرفوش يوقفوا مع بنطازوت كوم الفو، هذاك السيد هذوك استغلوا بنطازوت وتشهروا. انا نهار الاول دخلت معاهم بغيت نشوف هاد السجناء التائبين شنو باغيين يديروا في هاد الجمعيه، واش باغيين فعلا يكونوا سجناء تائبين وندمجوا ولا كانوا باغيين يعاونوا مساجين اخرين حتى هما يندمجوا، زعما شنو الفكره. حاولت نطلع معاهم مره بدي لايف، تلاقيت معاهم ولكن تلقى افكار الزيرو، كنلقى بنادم استغلالي، كنلقى راسو بنادم تيقلب على الشهره وكيقلب ينصب على عباد الله. انا ما يمكنش لي نعيش معاهم داك الشيء وانا بعيد على داك الشيء. انا نهار اللي مشيت للدار عند بنطازوت مشيت لعند بنطازوت. بنطازوت ملي تيقول لي الياس اجي عندي للدار كنمشي عنده للدار، انا الواحد كان تيسبني بسلا قسما بالله العظيم. وجابوا بنطازوت للدار وبقى تيبكي على بنطازوت وقالوا الله يعطيك السر، عيط الياس قول له يسمح لي وراه ندمت علاش عيرته وهضرت عليه خايب وكذا وهاي. كانوا مزطمينو شي سلاوين وبقى تيهضر عليا خايب وما جاوبتوش. ولكن جا للدار بنطازوت قال له بنطازوت علاش عيرتي الياس؟ قال له هذاك الدري راه راجل وكذا وهادي، قال له عيط له دابا جيت تعرف وعيط لي قال لي والله ما قدرت نخسر له. وهذاك المروج هضر عليا واحد الهضره موسخه ديال نشدو نلقى عليه نتصرف فيها وما يهزش دقه. ولكن كبرت في عيني ذاك الراجل، علاش هو مسكين راه ساد عليه وعايش ديك المشاكل. عيط لي قال لي يا ولدي
اجي عندي كبر بك واسمح لي كبرتي بيه وراه نسمح ليه واش فهمتي انا هكا داير انا مع الرجال تنموت اخي علاش انا غادي ضمز مع بنطازو ضمز مع بنطازو حتى نبغي هذاك الراجل اما داك التخربيق اللي داروا الدراري كلهم فعلا راه ماشي رجل هذيك ماشي محتوى وهذيك الدار شريفه وعائلة الله عمرها دار ما يستاهلوش اصلا يدخلوا لها من النهار الاول انا ما كانش كنت رافض هذه المساله ديال انهم هما كاع يكونوا وسط هذا الشيء كامل علاش هذوك العائله نقيه وما كتشرفش ان يكونوا دوك الحباسه دايرين بهم هذا هو الواقع اخي صراحه فري قاش كاين لي شي واحد استغل هذيك الفرص ومشي عند بنطازوط ولا كيتسوى الناس ولا ودار قناه باش يتشهر دابا ولا تيسبو داروا قنوات باش علاش شوف مسكين هو ربي كيفاش مسكين مازال كيتقاسي هو مع المشكل وباقي تقاسي هذه باش تعرف راسك راه بانك الخبز الكره بحال المراوات بحال حمام تاع عيال لا ماشي رجله بالنسبه لي انا تبقى تعايروا الناس ما عارفوش شنو دوز هو صاحبي وكذا تبقى تحكموا على بنادم ما قدروش لا الا لا اي واحد يسب وكذا ولا راه لا تسب انا واش شد هذاك اللي يسب اقسم بالله انا يوقف قدامي شي واحد يسب بنطازو نضربو واو وما تيردش عليكم باش يعجبني سي محمد بنطازو ما يردش عليهم ما تيطيحش في واحد المحتوى قاش هو النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال قال من يشتمك ما تشتموش حقاش الا شتمتيه فصرت منه وليتي كيف حالك كيف حالو هذاك السيد قاري القران كنشوفوا كيفاش كان تيصدق في السجل المركزي وكيفاش يحضر قناه كاملين وقف معنا كاملين وكيفاش قريب لك شي بوانه هذاك السيد سمح عبد بنطازو القاصه حتى ملي كان بوكسور يعني قبل ما يوقع المسكين المشكل كان تيوقف في اجرهم الله ان شاء الله اجرهم هذاك الشيء اللي كاين حنا راه تضامن تضامن مع محمد بنطازو حريه اخويا والله يبين الحق اخويا ونرجعوا الاساس اللي هو الياس قران كما قلت شي هذا البرنامج اللي هو شي جمعيه زوينه اول واحد غنستضيفو في هذا البرنامج هذا هو انت المحام كبرتي معايا وعشتي معايا بزاف ديال الحوايج قلت لهم غنجلس انا وياك ندردشوا شويه نهضروا ونتعاودوا على الحوايج اللي دوزنا من خلال ندوزوا رساله بان بنادم واخا يدوز هادشي كامل راه يقدر يتبدل بنادم ويقدر يندمج انت الحمد لله دابا غادي تزوج ان شاء الله برا الله يسهل لك اخويا في كل خطوه بنيه شحال يا ربي بنيه عندها 6 شهور ونص يا ربي تسخر لي مع هاد السيده اللي هي وفاء اللي مكافحه معايا وشافتني في الفيديوهات وتلاقينا في البحر فهمتي وكنا نغرقوا بجوج شافت علاش هي مسكينه مغربيه ولكن زايده تما وفكرات المساجن يعني شي اقسم بلادي ما حقلاتش وتهلا فيها تهلا فيها وكون راه حنايا في المغرب شي حنا في المغرب انا نقول لكم هنا شي راعي على الحق قام تفكر فينا ولكن النساء ديال المغرب لقاش الله عز وجل كرم المراه والنبي صلى الله عليه وسلم كرم المراه هما اللي تيفكروا فينا تيبغوا يعاونونا ويديروا معانا اما الرجال انت قلال انت شوف احنا شنو دايرين واش شوف احنا شنو مديرين بعضياتنا في مجموعه الموت وديما الساجي ما كاينه السبه نسبوا الموات الله يخلينا مواتنا والله يخلينا اصلا انت يا اصلا راه الله يخلينا لا اله الا الله محمد رسول الله عافينا على الناس وانت الياس رقم قراتك امراه اللي هي استاذه اللي هي امك يعني امك اللي هي امراه كانت استاذه واستاذه ماشي ديال التحضيري ولا كذا يعني استاذه فهمتيني هو ديك السيده من الاستاذه شو ولدها كيعاولي ينحرف ويولي في السجن عاد تولي تمشي حتى للحبس حقاش ام وما دازتوش من المغرب كامل الحبس 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 وتحياتي واش معايا مسكين داك الشيء تحياتي للاستاذه ديالنا اللي قراتنا حتى حنا وما كملناش الياس خويا الله يخلي لك سيف الدين ولكن أمي فاطمة الله يرحم المرحوم يا ربي أمين أكرم يكون في أهل الجنة في هذه الجامعة في هذه الحلقة الإخوة صلة الرحم هي هذه مع أخوكم إلياس طول عليه وتهلاو لي في راسكم الحلقة الجاية إن شاء الله نستضيفوا ضيف آخر إن شاء الله ناقشوا طرائف ونتعاودوا كاين فيهم اللي كيضحك كاين اللي تيبكي المهم من أجل العبرة الإخوان يلاه تنبغيكم بزاف مع أخوكم إلياس طول عليه والسلام عليكم وتحياتي للمخرج ديالنا والمنتج وباقي على الشباب وتيقراوا في لافاك وتيكملوا السينما ديالهم وتهو تحياتي لهم العز يجيو بانو معنا الشباب ديالنا ديال الصوره الجماعيه باش العز والنصر لهم هادو تيفكروا السجناء فهمتي انا راه قال لك العلم ونور والجهل والعار انا ما قريتش حقاش ندمان ما قريتش هما تيقراو الحمد لله حنا كنكملوا بعضنا حنا كاملين فوالا انت واحد علي من واحد علي من وتيعاونوا خوتهم وتحياتي لا خويا عبر جزيرة لا هذا هو هذا اكبر دليل هذا هو دليل وكاعو المغاربة كاملين يبغاو يجيو يصوروا معانا حسيتي بيا انا شي واحد مرحبا بهم ايوب عمرك حسيتي بيا انا مدوز العابس ولا اول مرة شتك بعدا ما عرفتش شحال كنت نسمع الياس كتقول شي واحد شي مجرم هذا ولا كذا المهم سمعتي لا تقعد لابيل لا تشوفينا لا والو هذا راه صاحبي ماشي بحال ولدي صاحبي تنعاود له كلش
شحال انت كتعرفي دابا وليد؟ شي 5 سنين. شي 5 سنين. اركان الاسلام 5 انت منور الله يخليك ديما منور. وتي تعجب كلشي كيتعجب كيفاش تيقولوا كيفاش وليد وانيس تيتفاهموا وانا عصبي وكذا وهادي ولكن هذا شنو ذكي ذكي الله 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 يرحم لي الوالدين اللي قراو الله يخليك بابا وميمتك مازال ما دارهمش مازال ان شاء الله عرفتي شكون هما الوليدات هما اللي صغار منك باش تعلموا هذا الشيء حقاش هذا السيد هذا هو هذا السيد شوف خدامين مع الناس كبار منهم وشوف كيفاش خدامين وتنطلب منكم كاملين اخوتي المغاربه بارطاجيو هذا الفيديو بارطاجيو بزاف اخوتي باش يوصل حقاش كلشي مرحبا بالمغرب من طنجه حتى للقويره اللي بغى يجي يصور اللي بغى يكون شي حاجه حنا تنتعاونوا مع بعضياتنا هو الياس هو السيد ديال الياس قراري والعز ونصرفه يلاه تبارك الله عليكم الاخوان.